بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على الباب الثامن اللي هو رعاية المسنين لطلبة وطالبات الصف الثالث مادة تمريض صحة المجتمع. أول حاجة هنتكلم عليها لازم في بعض التعريفات كده عايزين نعرفها، يعني إيه شيخوخة ويعني إيه علم الشيخوخة ويعني إيه رعاية المسنين. الشيخوخة بنقول إن هي عملية بيولوجية طبيعية بتحدث لكل إنسان بعد وصوله إلى سن 60، والمرحلة دي أو العملية دي بيصحبها تغيرات فسيولوجية ونفسية بتؤثر على المسن. إيه هو علم الشيخوخة؟ علم الشيخوخة هي دراسة عملية التقدم في السن وما يحدث من تغيرات جسمية وفسيولوجية واجتماعية. رعاية المسنين بيقصد بيها العناية الجسمانية والصحية والنفسية والاجتماعية للمسن. طيب بقسم الشيخوخة إلى فئات، إيه هما؟ صغار مسنين وكبار المسنين. صغار المسنين اللي هما عمرهم بيبقى من 60 لـ75 عام، والفئة دي لا يحدث تغيرات جوهرية تعوق الفئة عن القيام بدورها في المجتمع، وعادة بتكون حالة المسن من ناحية الجسمانية والعقلية مماثلة للمرحلة التي تسبقها، يعني المرحلة اللي هي قبل 60. كبار المسنين والفئة دي بتبدأ من 75 لـ85 عام فما فوق، وهؤلاء المسنين بيصبحون ضعاف البنية الجسمانية وبيعانوا من بعض المشاكل الجسمانية وخاصة في السمع والحركة والنظر إلى آخر. إيه العوامل التي تجنب المسن الشيخوخة؟ اللي هي الشيخوخة المبكرة. يبقى العوامل التي تجنب المسن الشيخوخة المبكرة، أول حاجة الاهتمام برعايته الصحية في جميع مراحل العمر المختلفة. اتباع طبعا العادات الصحية السليمة في الأكل والشرب وعدم التدخين وسلامة البيئة كل والمسكن الصحي، ودورات المياه اللي تبقى موجودة في المسكن الصحي بما يتوفر فيه. تناول الغذاء المتوازن والمتكامل في جميع مراحل نموه وحياته. تجنب الضغوط والمشاكل اللي تؤثر على حالته النفسية والاجتماعية والاقتصادية. ان هو يشارك في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية. ان هو يعيش داخل محيط أسرة ونديله الإحساس بالأمان الاجتماعي والنفسي. استمراره كعضو منتج سواء داخل أو خارج الأسرة. حماية نفسه من الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر. التغيرات بقى اللي بتحدث في المظهر العام، في تغيرات بتطرأ على المسن هنمسكها كده حاجة حاجة. أول حاجة هنتكلم عليها اللي هي التغيرات اللي بتحدث في المظهر العام. التغيرات اللي بتحدث في المظهر العام عندنا كذا نوع. أول حاجة في تغيرات في الجلد، بلاقي الجلد بتاعه أصبح رقيق ومجعد وجاف، بتقل درجة التئام الجروح، بيقل توزيع الدهون تحت الجلد بالوجه والرقبة والذراعين واليدين والرجلين، وبتزيد في الرطفين والبطن، زيادة سمك الأظافر وسهولة قصها، بيصبح الشعر جاف خفيف، بيميل لون الشعر إلى الرمادي أو الأبيض، بيظهر شعر في وجه بعض السيدات نتيجة التغيرات التي تحدث في الهرمونات، سقوط الشعر من رأس المرأة والرجل. نيجي بقى لحاسة النظر، بنلاقي فيه عنده ضعف، ترهل في الجفون، لا يتمكن المسن من رؤية الأشياء بوضوح والأشياء الصغيرة كمان نتيجة أن عنده ضعف في حاسة النظر. بيقل إفراز الدموع مما يسبب التعرض لالتهابات العين. هنمسك حاسة السمع، وده بيبدأ تدريجيا فقد السمع لكبار السن. حاسة الشم والتذوق، ما بيقدرش يميز الروائح من بعضيها، ده علشان قلة الأعصاب اللي فيها اللي هي المستقبلة للشم في الغلاف المبطن لممرات الأنف. عدم تذوق الطعام نظرا ان في نقص في عدد براعم التذوق الموجودة على اللسان. طيب دي بالنسبة لتغيرات المظهر. هنتكلم بقى على التغيرات الفسيولوجية، والتغيرات الفسيولوجية اول في حاجة هنمسكها فيها اللي هي القلب والأوعية الدموية. اللي بيحصل ضعف في كفاءة القلب، ضعف النبض وقلة كمية الدم اللي بتضخ للجسم في كل دقة. بيحدث تغير في مرونة الشرايين الدموية والأوردة.
صمامات القلب الداخلية بتبقى أسمك وأقل مرونة، بيقل حجم وعمق التنفس مما يؤدي إلى الإرهاق بسرعة. نيجي بقى للجهاز العضلي والعظمي، بنلاقي فيه ضعف وضمور في العضلات، بتلاقي كده العضلات مترهلة، سهولة كسر العظام نتيجة نقص الكالسيوم اللي موجود فيها ونتيجة انه ممكن يبقى عنده هشاشة في العظام، فقد كثافة العمود الفقري وضمور العظام مما يسبب انحناء وقصر العمود الفقري، صعوبة وبطء حركة المسن وعدم اتزانه، بيحدث تيبس للمفاصل وبتقل حركتها بسبب تحلل الغضاريف الموجودة في نهاية العظام، خاصة في مفاصل الركبتين والفخذين لأن هو حركته في السن ده بتقل. نيجي بقى للجهاز الهضمي، نمسك فيه أول حاجة الفم والأسنان، بيحصل تقلص للثة حول قاعدة الأسنان، بيبقى فيه خلخلة الأسنان وفقدها مما يؤدي إلى صعوبة طبعا المضغ. نيجي بقى للبلعوم والمريء، بيبقى فيه ضعف في حركة وقوة العضلات مما يعوق البلع. المعدة والأمعاء، بتقل إنزيمات الهضم والعصارات المعدية فبتسبب بطء عملية الهضم وسوء الهضم لبعض المواد الغذائية. بيحصل ضعف وبطء الأمعاء يؤدي إلى حدوث إمساك. بالنسبة للكبد بيقل وزنه ووظيفته. نيجي للجهاز البولي، الجهاز البولي بيبقى فيه ضعف في درجة ترشيح الكلى نتيجة إن بيحصل تكلس وسماكة جدران الأوعية الدموية وبتصبح أقل استجابة لترشيح الأملاح، فده بيزيد من احتمالات تكوين الحصاوي. بيقل حجم وسعة المثانة والعضلات بتاعتها بتضعف وبتقل مرونتها، فبيقل حجم البول اللي يمكن تحتفظ بيه المثانة، وممكن بيوصل إن هو عدم التحكم في نزول البول، اللي هي عدم التحكم في خروج البول لضعف العام للجهاز البولي أو الصمام البولي. بيحدث تضخم للبروستاتا بالنسبة للرجال، وده بيعوق انسياب البول لأن هي بتضغط على قناة البول، قناة مجرى البول، وده بيوصله إلى احتباس بولي. نيجي للجهاز التناسلي، في السيدات بيحصل ضمور للثديين وترهل في ضمور المبيضين والرحم، وبتقف عملية التبويض وبتوصل السيدات إلى سن اليأس. في الرجال بيحصل ضمور للخصيتين، بيحصل تضخم للبروستاتا، بيقل حجم السائل المنوي وبتزيد سمكته ولا يقل خروج الحيوانات المنوية. طيب في تغيرات بقى طبيعية اللي هي بتحدث في الحالة النفسية والعقلية، ايه هي؟ بيقل الانفعال مع المواقف والاحداث، ما بيبقاش زي الاول، فقد الذاكرة لبعض الاحداث القريبة لان ممكن في بعض الناس بيخشوا في زهايمر، بتزيد للاحداث البعيدة، في احساس بالقلق والخوف من المرض، الاحساس بعدم الرضا، وده بتسيطر عليه فكرة عدم الفائدة، وده بيؤدي الى الانعزالية. يعني خلاص طالما هو وصل لسن المعاش او سن وصل ان هو يبقى سن كبير، بيبقى عنده احساس ان هو مش راضي عن اللي هو فيه، وان هو بقى انسان ملوش اي فايدة بالنسبة للي حواليه، فده بيوصله للشعور بالاكتئاب. في حاجة بعد كده، مرض بيحصل للناس اللي هم في سن الشيخوخة، هي مش كل الناس طبعا، بس في بعض الناس منهم بيحصل مرض الزهايمر. مرض الزهايمر ده بينسب اسم مرض الزهايمر لاسم طبيب الأعصاب الألماني اللي هو اكتشفه، وبيبدأ المرض ده بشروط ذهني بسيط، وبيبقى فيه فقدان القدرة على متابعة الحوارات المعقدة، بيتزايد النسيان باستمرار، فبيصبح المريض أقل قدرة على التعرف على الأماكن اللي هو اعتاد ان هو يروحها، أو التعرف على وجوه الأشخاص اللي هم قريبين منه، بينسى ده مين وده مين. إيه الأعراض بتاعته؟ بنقول إن هي بترتبط بعدة أمراض بتسمى الخرف. الخرف ده فيها إيه؟ بتتوقف أجزاء المخ عن العمل، فده بيؤدي إلى تعطيل الذاكرة وقدرته على الحكم على الأمور. بيعجز كمان المريض عن أداء وظائفه اليومية البسيطة، إنه ما يقدرش يسرح شعره، ما يقدرش يغسل سنانه. التشخيص عن طريق الوسائل التالية، أول حاجة تقييم حياة المريض وتاريخه الصحي والصعوبات اللي هو بيعانيها في ممارسة أنشطته اليومية المعتادة، بعمل له فحوصات دم وبول، بفحص السائل النخاعي، بعمل له اختبارات ذهنية للذاكرة والتركيز وحل المشاكل، عمل دراسة إشعاعية للمخ
وافضل طبعا يبقى فيه رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه. طيب الرعايه الطبيه والتمريضيه، مفيش علاج طبعا للمرض حتى الان، ولكن الرعايه والعنايه التمريضيه من اقرباء المريض الملاصقين له هو اهم ما يجب التركيز عليه. الرعايه دي بتحتاج معرفه وتدريب الى حد ما للتعرف عن قرب ازاي اتعامل مع المريض دوت بطريقه صحيحه. العوامل اللي بيتعرض لها المسن وبتاثر على حالته الصحيه، اول حاجه طبعا عندنا التقاعد اللي هو سن المعاش، خاصه اذا كان هو بيشتغل، ده بيدي المسن الاحساس ان هو خلاص ما بقالوش قيمه وان هو اصبح غير منتج، يعني عضو غير فعال في المجتمع. تاني حاجة عندنا الوحدة والعزلة الاجتماعية داخل المنزل، خصوصا الناس اللي بيبقى أولادهم كبروا خلاص واتجوزوا وبعدوا عنهم أو سافروا أو سكنوا بعيد عنهم، فده بيخليهم بقوا في عزلة اجتماعية. المسكن اللي هو ما بيتوفرش فيه وسائل الأمان المطلوبة. الحزن طبعا لفقد عزيز أو فرد من الأسرة، خاصة لما يكون الزوج والزوجة قاعدين مع بعض وحد منهم يتوفى. المشاكل الصحية اللي بيتعرض لها خلال سنوات عمره، العادات الصحية الضارة زي التدخين ونمط الحياة الغير سليم، الانتقال للإقامة في مكان آخر زي منزل الأبناء أو دار المسنين، وده بيبقى ليه تأثير سلبي خالص ومش كويس على المسنين. عدم الاهتمام والمتابعة الصحية للحالة الصحية للمسن. الأنشطة التمريضية لرعاية المسن، بقيم حالة المسن وبتعرف على التغيرات اللي بتحدث له جسمانيا ونفسيا واجتماعيا، بقيم البيئة اللي هو بيعيش فيها عشان أقدر أحدد الأخطار اللي هو ممكن يتعرض لها، بحدد المشاكل اللي بيتعرض لها شاملة جميع المشاكل إذا كانت جسمانية أو نفسية أو اجتماعية، بحط خطة الرعاية اللي بيحتاجها المسن حسب أولويات المشاكل اللي عندي، بنفذ خطة الرعاية التمريضية اللي أنا حطيتها، بعد كده بقومها، يعني بشوف بقيم النتيجة بتاعتي، نتيجة الرعاية دي جابت نتائج كويسة ولا لأ، واستيفاء البيانات والسجلات المطلوبة، بدي تسقيف صحي للمسن للنهوض بصحته ووقايته من الأمراض وتدريبه على الرعاية الذاتية. طيب الإرشادات والنصايح اللي بتعطيها الممرضة للمسن وأسرته، أول حاجة طبعا عشان الوقاية من الحوادث، لأن هم طبعا ناس المسنين دول بيبقى ليهم حركتهم بقت قليلة، النظر عندهم ضعيف، السمع بقى عندهم ضعيف. أول حاجة تجنب الحركة السريعة أو المفاجأة علشان ما يقعش ويتعرض لكسور، لازم يبقى فيه مقابض ومساند أو عصاية في حالة إن هو يكون عنده إصابة بدوار أو عدم اتزان. تجنب المشي فوق أرضية مبللة أو ملساء لتجنب الوقوع. توخي الحرص في حالة الصعود أو النزول من على السلالم أو الأرصفة المرتفعة، وتجنب المشي في الطرق الغير مستوية. ترتيب، تاني حاجة بقى ترتيب محيط المنزل بما يتناسب مع حالة المسن. بحطش سجاجيد صغيرة وبعطرها كده في كل مكان، سجادة صغيرة على أرضية الحجرات أو سجاد فيه تمزقات علشان ما يتكعبلش فيها ويقع. بنور الممرات علشان هو أصلا عنده ضعف في البصر. إضاءة الممرات وتوفير حواجز جانبية ومقابض عشان يستند عليها، خاصة في الممرات والحمامات. تالت حاجة عندنا الاهتمام بتنمية السلوكيات والعادات الصحية السليمة، تنمية عادة الاستحمام يوميا، تنظيف الفم والأسنان خاصة بعد الأكل وقبل النوم، بنظم له مواعيد تناول الطعام وبقلل طبعا من الحاجات اللي فيها دهون، ولازم أديله غذاء غني بالألياف علشان ما يحصلوش إمساك، مع تقليل الملح والسكريات. المشي يوميا والقيام ببعض التمرينات الرياضية طبعا للحالة الصحية بتاعته، عدم رفع أو حمل أشياء ثقيلة. نيجي بعد كده رابع حاجة اللي هي الفحص الجسماني الدوري لاكتشاف المبكر للأمراض، إن أنا براقب ظهور أي أعراض ممكن توصلني إن هو يكون عنده مشكلة نفسية أو جسمانية، وطبعا استشارة الطبيب فور ظهورها علشان أقدر أعالجها بسرعة أو أعمل وقاية من المضاعفات اللي ممكن تحصل من المشكلة دي. طيب إيه الاحتياطات الوقائية؟ كمان في احتياطات وقائية للاكتشاف المبكر للأمراض، إن هو عدم تناول أي أدوية بدون وصف الطبيب، لازم ياخد علاجه في مواعيده وبالكميات اللي هو متحدداله، وطبعا ده بيبقى بمعرفة الطبيب. إعطاء إرشادات للمسن وعائلته عن الآثار الجانبية للأدوية،
مراجعة مستمرة من الطبيب والممرضة للأدوية اللي هو بياخدها، وراقب ظهور أي أعراض جانبية، في ساعتها أروح موقفة العلاج. نيجي بقى لتجنب الاضطرابات النفسية والعقلية. لازم أستفيد من حكمته والخبرات بتاعته في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بأمور الأسرة، لأن ده هيشعره أنه هو ليه أهمية وتقدير لدى الأسرة. بشجع اتصال المسن طبعا هو يتصل بأصدقائه وقرايبه علشان أمنع عدم الشعور باليأس وأنه يخش في حالة اكتئاب. مشاركة المسن طبعا في بعض الأنشطة خارج نطاق الأسرة بالقدر اللي هو بتسمح به صحته. تشجيع ممارسة هواية معينة مع مجموعة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة. تشجيع المسن على الاطلاع والقراءة علشان أشغل وقت الفراغ عنده، وكمان علشان أنشط الذاكرة بتاعته. مراقبته طبعا علشان أشوف أي انحرافات أو أعراض تدل على حدوث مشاكل نفسية أو عقلية وأقدر أحولها لجهة الاختصاص. انصتي للمسن، يعني اسمعيله، اعرفي إيه هي مشاكله وحاولي ان انت تدوري ليها على حلول عن طريق الأسرة او الهيئات الحكومية. وشكرا.